وفي إطار تشجيع القراءة في أوساط البراءة وإحياء للذكرى 64 لاندلاع ثورة نوفمبر المباركة اللي جت مع العطلة المدرسية، بادرت روضة العباقرة بالصيف بالتنسيق مع الفنان بيبو في تنظيم حفل فني بهيج بدار الثقافة هواري بومدين. المبادرة تقوم على أساس غرس وتنمية القراءة عند الدراري. عبد الحميد لعيل حضر الحفل وعاد لنا بالروبورتاج التالي. بهدف تشجيع القراءة عند الدراري من خلال اعتماد شرط تقديم قصة للحضور في حفل اللي دارته روضة العباقرة بسطيب بمشاركة الفنان بيبو، على أنه تجمع القصص وتوجه إلى مكتبة الطفولة المسعفة والأطفال مرضى السرطان. لست أهوى القراءة لأكتب ولا لأزداد عمرا في تقدير الحساب، إنما أهوى القراءة لأن لي في هذه الدنيا حياة واحدة. كان فيه المساهمة المعنوية التحفيزية لأطفال مرضى السرطان، لأطفال الطفولة المسعفة، والهدف من هذا الحفل هو تعريف الأطفال ما هي القصة، أين تباع القصة. فالطفل عندما يصطحب الأب تاعه ويروح معه للمكتبة يشتري قصة باش يدخل يتفرج حفل للأطفال، فهذا أنه يعرف الطفل قيمة القصة، أنه القصة هذه عندها مكانة في المجتمع. المبادرة لقات إقبال واسع من الأولياء والأطفال، والحفل كان متميز وجاوبوا معاه دراري صغار مع أداء مطرب الأطفال بيبو اللي أبدع وأقنع وكسب قلوب الأطفال الصغار والكبار. أعجبتني هذه الحفلة كثيرا وكانت رائعة جدا، وأحث الأطفال على المطالعة والقراءة لأن القراءة تثقف وتعلم. عجبتنا الحفلة اليوم اللي قدمها لنا الفنان بيبو، وعجبتنا الدخلة، كعدنا نهد الغيسات للطفولة المسعفة. التفاتة طيبة للأطفال تاعنا، وإن شاء الله تكون دائما اسمها شاك فوندرودي شاك ويكاند. الأولاد تاعنا حين نحفزوهم مام في الدراسة تاعهم، يقراو مليح نجيبوه للحفل، ما يقراش مليح نولي نقولوا واللي يخاف ما يقراش، اسمها هذا استناتو للطفل. وتبقى هذه المبادرات تستحق التشجيع، خاصة أنه كل اللي حضروا شددوا باش يعاودوها مرة واحدة أخرى لما لها من بعد تربوي وتثقيفي، وتساهم في تشجيع الأطفال على القراءة. لست أهوى القراءة لأكتب ولا لأزداد عمرا في تقدير الحساب، إنما أهوى القراءة لأن لي في هذه الدنيا حياة